السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالمفيد في الرياضيات المستوى الرابع الطبعة الجديدة. ستجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في صفحة 41 من الكتاب المدرسي، أي الدرس الأول من الوحدة الثالثة، الدرس رقم 9 بعنوان التقنية الاعتيادية للضرب في نطاق الأعداد من 0 إلى 999999. نبدأ على بركة الله بالأنشطة الخاصة بالوحدة بالحصة الأولى لنفهم ونطبق. قال الوالد لبناته الثلاث: اليوم بعت في سوقي تبانت، يعني واحد السوق الاسم ديالو هذا، 48 صندوق بطاطس بثمن 75 درهما للصندوق الواحد. إذا الأب شحال باع من صندوق؟ 48 صندوق، وكل صندوق واحد ثمن ديالو 75 درهم. أجابته إحداهن: سنريك ما نحن قادرات على فعله يا أبتي. فشرعنا في حساب المبلغ المحصل عليه كل واحدة بطريقتها الخاصة. إذن هاد الأب عنده ثلاثة البنات اللي هما عائشة وزينب ومريم، بداروا تنافس بينتهم باش يعرفوا شحال هو المبلغ اللي حصل عليه الأب ديالهم بعد ما باع 48 يعني صندوق البطاطا بثمن 75 درهم الواحد. إذن طريقة عائشة، عائشة وضعت العملية ديال الضرب بالطريقة الاعتيادية اللي يعني معتادين عادة يعني كنخدموها، وشفتوها وطلعت عليها في المستوى الثالث. 75 هو ثمن الصندوق الواحد مضروب عدد الصناديق اللي هو 48، يعني وغتقوم بالعملية. بالنسبة لزينب قامت ب يعني 75 في 48، ولكن الطريقة باش نسجلاتها احتفظت بالثمن الصندوق الواحد وفكت 48 ل 40 زائد 8 وبالتالي ستنجز. ومريم قامت بوضع الجدول التالي. إذا نكمل الطريقة د عائشة: 8 في 5 تساوي 40، أكتب الصفر وأحتفظ بالأربعة. 8 في 7 تساوي 56 والأربعة 60. خلوا هذا المكان ونوضعوا فيه نقطة. 4 في 5 20، أكتب الصفر وأحتفظ بالإثنان. حاولوا تدربوا التلام ديالكم ولا الأبناء أن الاحتفاظ ديال العدد الثاني وضعوه من تحت من هنا كما يتلفوش. 20، أكتب الصفر وأحتفظ بالإثنان. 4 في 7 تساوي 28 والإثنان 30. ونقوم بالعملية الجمع: 0 زائد لا شيء 0، 0 زائد 0 0، 6 زائد 0 6، و 3 زائد لا شيء تساوي 3. إذن المبلغ المحصل عليه حسب طريقة عائشة هو 3600 درهم. ننتقل لطريقة زينب. زينب كما كتشوفوا احتفظت ب 75 وفككت 48. إذن سنقوم بعملية النشر: 75 في 40 زائد 75 في 8. إلا قمنا بهذه العملية، عملية بسيطة، غادي نضربوا 4 في 75 ونضيفوا الصفر. 4 في 25 أكتب الصفر وأحتفظ بالإثنان. 4 في 7 28 و 30 ونزيد الصفر ضرب 40 هي 3000. و 8 في 75 غتعطيني 600. إذا إلا جمعناهم غادي نلقاو 3600. بالنسبة لطريقة مريم، مريم يعني قامت بتفكيك 75 وكذلك بتفكيك 48، يعني دارت العشرة بوحدة 70 والخمسة الوحدات، ثم هنا 48 فكتها 40 زائد 48 بوحدة و 8 بوحدة. إذا 40 في 70، 4 في 7 28 وغنزيدو الأصفار بجوج. إذا 40 في 70 كتعطيني 2800. ثم 40 في 5 تساوي 200. 8 في 70 تساوي 560 و 8 في 5 تساوي 40. نقوم بعملية الجمع بسيطة: 0 زائد 0 0، 0 زائد 4 4، جوج زائد لا شيء جوج، ثم هنا 0 زائد 0 0، وهنا 0، هنا 0 زائد 6 6، وهنا 8 زائد 5 تساوي 13. اكتب 3 واحتفظ بالواحد. 1 زائد 2 3، 3360. و الى قمنا بعملية الجمع هنا غادي نلقاو 3600. اول ملاحظة يمكن ملاحظتها ان البنات بثلاثة، او البنات هاد البائع بثلاثة، حصلنا على نفس النتيجة، كلهم حصلوا على نفس
النتيجة. هذه أول ملاحظة يمكن لأي واحد يعني يشوفها ويتوصل لها. إذن أن طرقهم بثلاثة صحاح. دابا نكمل ما بدأته كل البنات ثم نحدد أسهل طريقة. يعني هالطرق كلهم وصلوا لنا نفس النتيجة، يعني كلهم صحاح، ولكن أسهل طريقة اللي ما فيهاش الحساب بزاف هي طريقة عائشة. انتقلوا لتمارين الحصة الثانية دائما في إطار نفس الصفحة، صفحة 41. أحيطوا رقم وحدات الجداء دون وضع العملية. وما طالبيننا غير رقم الوحدات، يعني مش ضروري نوضع العملية. كيف ذلك؟ بسيطة، يكفي أنني ندير 3، يعني الوحدات نضرب هذا العدد في الوحدات، 3 في 6 18، إذا غادي نكتبوا 8 ونحتفظوا بالواحد، وبالتالي 8 هو رقم الوحدات. خمس 287 في 5، شنو هو رقم الوحدات؟ هو 7. 7 في 5 ستعطيني 35. اذا رقم الوحدات غنكتبو 5 ونحتفظو بال، وغادي نحتفظو بال بثلاثة، وبالتالي 5 هو رقم الوحدات، نحيط بخط رقم 5. ثم هنا 73 في 9، رقم الوحدات هو 3، 3 في 9 27، اذا رقم الوحدات هو 7. انتقلوا للتمرين رقم 2. جون كادغ لو برودوي كونفونابل سون افيكتوي لوبيراسيون بدون وضع العملية. اذا 8 في 5 كم ستساوي؟ تساوي 40، وبالتالي رقم الوحدات غادي يكون 0. اذا قصينا هاد 83، اصلا ما درناش حنا الجمع باش غادي نديرو 83، اذا هذا الضرب يعني ما يمكنش، غادي يبقى لنا دابا واش 560 ولا 600. صفر، نكتبو الصفر ونحتفظو بالأربعة. 8 في 7 ستعطيني 56، والربعة 60، إذا هذا هو الجواب الصحيح. 104 في 5، إذا 104 في 5، 5 في 4 20، و 5 في 100 500، إذا 520. 6 في 7 في 36، 7 في 6 أتعطينا تقريبا 42، إذا هذا خصو يكون رقم وحدته 2، إذا كاين هنا وهنا، إذا هذا مقصي. ثم 7 في 3 21، وزائد 21 والاحتفاظ اللي هو 4، إذا 25، إذا هو الصحيح. نخلي لكم واحد شوية اللي بغى ياخذ الإجابات. ننتقل للتمرين رقم 3. أضع وأنجز. العملية الأولى هي 709 في 8. 709 في 8 هنا نجزتها هنا كما كتشوفوا. إذا 8 في 9 تساوي 72، أكتب الإثنان وأحتفظ بالسبعة. 8 في 0 تساوي 0 و 7، سأكتب 7 هنا. 8 في 7 56، إذا هذا الجداء، جداء ديال 709 في 8 تساوي 5672، 5672. بالنسبة للعملية الثانية هي 87 في 65، إذا نوضعها 5 في 7 35، أكتب 5 وأحتفظ بالثلاثة. 5 في 8 40، و 3 43، أضع نقطة. 6 في 7 42، أكتب الإثنان وأحتفظ بالأربعة. 6 في 8 48، والربعة 52، إذا تقوم بعملية الجمع. 5 زائد لا شيء 5، 3 زائد 2 5، 4 زائد 2 6، 5 زائد لا شيء 5. إذا جداء 87 في 65 يساوي 5655، 475 في 24، 4 في 5 تساوي 20، أكتب الصفر وأحتفظ بالإثنان. 4 في 7 تساوي 28 والإثنان 30، 4 في 4 16. أنا عاوتاني خطأت هنا، ما عرفتش علاش ديما خصني نلقى شي خطأ. إذا هنا 4 في 4 16 و 3 19، إذا هذا خطأ وكنعتذر عليه. ديما كنخدم مرونه مع الابن ديالي،
أربعة في أربعة تساوي 16 وثلاثة 19. اثنان في خمسة 10، اكتب الصفر واحتفظ بالواحد. اثنان في سبعة اثنان في سبعة تساوي 14 والواحد 15. واثنان في أربعة ثمانية والواحد 9. إذا عندنا غير إشكال في هذه الخمسة هذه اللي فيها السهم، راه غتكون 9 وليس 5. وبالتالي صفر زائد لا شيء صفر، صفر زائد صفر صفر، 9 زائد 5 دابا حيت راه تبدلت، إذا حتى 9 زائد 5 غتكون عندنا 14. أكتب الأربعة وأحتفظ بالواحد. 2 زائد 9 11، وإذا غادي تكون عندي هنا 11400 ليست ب 11000، خاصها تكون عندي 11400. كنعتذر على هذا الخطأ. هذا كل ما يخص الصفحة 41 من المفيد في النشاط العلمي. كنتمنى أنكم تبارطاجيو لي فيديو مع الأصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة. كنتظر منكم التحفيز ديالكم والدعم للقناة عبر يعني وضع جيم للفيديو. ما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس للتوصل بجميع الدروس.